السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع، وقبل ما ابدا المقطع هذا حاب اعرفكم عن شيء بسيط اضافه اليوتيوب اللي هو الانتساب. الانتساب عباره عن اشتراكات بفلوس، لكن في انواع كثيره، يعني في 5 انواع انا حاطها في قناتي، اقدر احط اكثر. حاليا هذا اللي حاطه اللي هو 5 انواع. النوع الاول اللي هو جولد، النوع الثاني هو بلاتينيوم، النوع الثالث اللي هو دايموند، النوع الرابع اللي هو تشامبيون، النوع الخامس اللي هو جراند تشامبيون. ليش سميت هذه المسميات على روكت ليج؟ لاني احب لعبه روكت ليج صراحه، واعتذر اني ما حطيت الاسامي بالعربي، لكن ما لقيت شيء مناسب. اذا عندكم شيء مناسب اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وش ميزه هذه الاشتراكات؟ طبعا هذه الاشتراكات مثلا اذا اشتركت جراند تشامبيون اللي هو ب 80 ريال راح اسوي انا جيفويات شهريه اذا كان في اشتراكات كثير، وراح تشارك في هذه الجيفويات بدون ما تقول لي انا ابغى اشترك زي كذا. مثلا في نهايه كل مقطع يكون في اسمك في اشتراكات اللي اقل منها ب 40 ريال 20 ريال و10 ريال و5 ريال. ادري طولت المقدمه، لكن هذا الشيء راح يفيدني، المحتوى نفسه ما راح يتغير. يعني ما راح اقول لك اشترك عشان تشوف مقاطعي، لا، المزايا هذه راح تخليك مثلا تلعب معي في مقاطع، مثلا سويت بث مباشر راح تلعب معي في البث المباشر. فان شاء الله انكم فهمتوا وش الانتساب او الاشتراكات المدفوعه، واذا اشتركت راح تدعمني ماديا بشكل ما تصوره. فشكرا لكم من الحين، وبس استمتع بالمقطع. كيف والله يهنيك، نضغط الزر اول شيء نسمعه شيء متعودين. ها السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، واليوم اي اوسمز. يا هلا هلا والله ريان، ترى حاطين متهاوشين يعني، بس اقول لك انا اعطي سلفتهم 4 من 10. اذا ما صورت مع الشخص مو معناه متهاوش معه او مطاق معه او متزاعل معه، ابدا. هو منشغل ولا منشغل حبيبي؟ القم مركز توني بضغط، بس الحمد لله ما ضغطت. اوكي اصدقائي مرحبا بكم، انا صديقكم كن المتحري الذكي تحريات هذا. هل تستطيع مساعدتي في حل الغاز الـ10؟ اثبت مهاراتك. اذا عجزت عن حل اللغز فيمكنك استخدام تلميح، لكن احذر، اذا استخدمت اكثر من 5 مرات تلميحات او اكثر من 5 تلميحات سوف تطرد فورا. اصلا ما نحتاج انه. اتمنى لك حظا سعيدا. اوكي يلا بسم الله ودي اللعبه. اوكي ليفل 1 بسم الله. شوف اوكي حط فخ يعني لازم يا اخي دايم نفس الفكره. لا 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 ركزت انت؟ ايه في مشروم. يب، بس هذا المشروم اتوقع انه يزود اكثر. اتوقع ما يوقف هذا الاول. كم يزود؟ 10. اوكي يبقيك على 10 يعني، صح؟ بعدين اللي بعدك طيب كيف بيخلصها؟ هذه المشكله. يمكن إيه، بجي وراك على طول، بجي وراك على طول. روح اصبر. هو كم يدمج؟ 150 صح؟ ظاهر ايه. اجي غلط. اتوقع انه في حل ثاني. لا لا تروح. انا قلت يمكن لا لا لازم ندور مشروم او شيء زي كذا. طيب هنا شوف في اشياء هنا محطوطه، اتوقع انها كذا شكل بس. شوف اوكي اوكي اتوقع هنا، اتوقع هنا حمامات. اوكي تحريات. طيب ليش حاطها؟ خلينا نشوف الجهه الثانيه. يا ساتر يا اخي، ما ابغى اروح تلميح، بس احس حاط عند تلميح فطر احس يعني، او سبلاش شيء زي كذا. بس انا ليش الفطر ما يرسب من جديد يعني؟ فهمت انه خلاص. طب اللي بعدك كيف بيروح؟ اصلا كيف اخذه؟ هو مو بيدمج 100، بيقول له 150 150 صح؟ خلنا نروح 150. ما نقدر. انا رحت. اوكي رح رح كمل. شف ينزل. مستحيل اني اقدر اخذها، مستحيل. ف اوكي ما بكر في هذه، اقسم بالله بصدف توني بطق هنا. وات ذا، كيف والله ما فكر فيها. كيف فكر فيها؟ حتى كيف افكر فيها؟ يا ساتر، انا شلون صدمت معي؟ والله ما ادري، اقسم بالله ما ادري. يا ساتر، ليفل جميل والله، ليفل جميل. تلميح. لا 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 تلميح. اوكي اوكي. اوه بسم الله. شكرا شكرا. ما انا مسدسات وننتبه. وين اللي خم طيب؟ وين رسبنون؟ والله اقوى يا هي. والله عصبي ذا. طيب دقيقة، يمكن في اشياء ناخذها. شباب لا تنسوا كود شوب فيصل. ها طيب اذبح 3. امشوا لف يسار مرة. والله المردين صدقني صدقني في حل. اكيد شيء نرميه عليهم. يب يب نرميه ويصدنا عنهم او شيء زي كذا. اصبر اصبر سلم سلم. تعال تعال. شو؟ شوف فوق شوف فوق، في اشياء بنفسجية. اطلق. اوه سوى شيء. اوه هلا والله. اطلق وانت جواها. يب يب يب. فهمت؟ امش اطلق. حلو زين. امش اطلق يا وحش. يا الله خش. اوه سكر علي. اوكي ليفل 3 خلونا نشوف. هذا اتوقع زحلقه، بعدين دخلنا لفت يصير شيء على طول درعنا. والله اني متوقع لا شيء هنا. لا
اوكي. واو 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 واو. اح. جربت تروح فوق؟ اي فوق رحت. غلط علينا. طيب بس غلط. اتوقع اول ما ذا نرجع بالرفت على وراء، فهمت؟ خليه يرجعنا. ما ادري بس كيف؟ اتوقع انه في شيء في ذي في اللائحة. اوه اصبر اصبر اصبر. اتوقع هنا ستارة. اوكي. طب اصبر اذا نزلت بدون البطاطس. اوكي. لا لا تنزل بدون البطاطس. طيب انا اتوقع اوكي اتوقع ان فيها نظام باركور او شيء ما ادري بس كذا اتوقع. اوه اوكي 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 فهمت 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 فهمت. وش 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 فهمت. تعال 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 خذ البطاطس روح انقز هناك ثم ارجع وانت راجع عط وجهك كذا راح تلقى رفت ثاني. انقز والله اني قلت لك شكله ورا بس ما ادري شلون راح. انقز. اوكي 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 فهمت فهمت. انا قلت قبل شوي ودي اسويها بس الفكره رهيبه ما توقعت زي كذا. رهيبه والله. اوكي اسوي كذا. حلو اوكي ليفل 4 يلا انتظرك. اوه في شيء هنا انت هيك قلت لها هذا شيء. طيب. اوه تحريات انت كنت تنتظرني وشفتها. يب. طيب هذه يمكن جرابلر يمكن ناقشه ولا الباب هذا مفتوح. الو هاي ينفتح ويتسكر لحاله. طب ليش مسكون هذا؟ ما سكنوا مساكنهم تاكد لوكت. اي والله شوف ما تفتح. لوكت. اصبر اصبر تفتح وتسكر. طيب خلنا بسم الله. اوه اذا قربت تسكر يقطع شكلها. سواليف دخلت جوا. ها دخلت انا ما دخلت. اوه ضرر 20 ثانيه. اوكي لوكت لوكت كيف. معك طيران ترى مو طيران شو اسمه اي شي شي نط. اوه جرب ناخذ هذه. خلنا ناخذ هذه تعال. حلو تمنع تمنع هنا ضد الشعر. اوكي حتى انا. اوكي هذا متى يفتح؟ انقز وخش انقز وخش. اوكي هذا ما فتح الباب اصلا. طيب ايش عارف خطر. اوكي ما جاني شيء ما جاني شيء بنتظرك. طيب نركب فوق هذه. اوكي اوكي في واحده مشغله اليمين مشغله اليسار مو مشغله. قصدك الكاميرا ولا ايش؟ لا المدفأة هذه. اوكي هذه مشغله هذه طاف. اي اتوقع تشغل. اوه اشتغلت. حلو. اوه اشتغلت بالكام. أوكي. قاعد تشوف اللي إيه هذا الاحمر قاعد يحرق. اي حرقته. اي شايف والله رهيب. كويس كويس. اوكي هلا بيتحرق. اصبر ما في شيء هنا. حلو كراسي. اتوقع البوش. اوه وات ها لقيتك لقيت فوق انت ترى. اي انت رحت فوق ترى. انا شفت نظرني فوق. وات انا عندي شيء غير اللي عندك. الو وعندي باب. باب ودك. اتوقع اصبر اصبر ها حتى انت عندك باب فوق. هلا بيتحريات. 2000 years later. اقول ناخذ تلميح. والله شك لا يكون تلميح اللي فوق مو زي اللي تحت. خلينا نشوف. لقد قمت باستخدام تلميح. ايه انا وياك دخلنا. اوكي خش خش في التلميح. افتح المرحله. شو قولك باب المرحله. والله توني فاتح قبل شوي. اوه اول ما ندخل طلع صوت. بجيك بجيك دقيقه. افتح الباب تعال شوف سوانا انتقال يوم نقلنا فوق فهمت. صار في رفت. ياو هذه مستحيل نعرفها صراحه يعني لان انتقلنا فوق بس ما شوف شو يقول هنا. السقف حاول صمود لاطول فتره ممكنه. اضغط. اوكي استعد. 1 2 3 4 استعد استعد. 3 2 1 شكله بينفجر شيء. وقت لازم صمود. اوه اروح لهذه. ايه اوه اقطع مو بليز. اللي تشع نروح لها ولا ما نروح لها؟ لا لا ما تروح. اوكي انا رحت وميت. طيب حلو حلو انا جاهز جاهز. يلا 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 جاهز. انا على بالي انه بس حاول تكون الابيض. حاول تكون دائم كذا زي كذا فهمت عند 4 بس اذا تروح هنا اذا فهمت. خلينا نكون هنا. يلا خبرات بلوك بارتي. لا اوكي هنا 1 اوكي هنا ممتاز. حلو واو 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 والله على طول. اوكي الحمد لله. باقي 10 ثواني ريان. 10 ثواني رسمة. واو يا ساتر. 9 8 يا ساتر. لا 5 تكفى 4 3 2 1 وتموت. خلصنا خلصنا. الله الله الحرية. يا ساتر والله العظيم شيء يخوف اقسم بالله. اوكي يقول لك هنا ما في شيء هذا زي تنزل كورة اذكر. اوكي موت. بدء من جديد. الظاهر نزل كورة هنا سلوم. حلو طيب طيب اضغط. مستعد. شوف طاحت الكرة شفت طاحت طاحت. طيب بس علقت لازم نغير الطرق. طيب كيف نغيرها؟ طيب أوكي. حلو اللي فوقك بالضبط اللي فوق فوقك هنا. أيوة. هذه صح واللي فوقها اللي فوقها معترضة.
كذا حلو كذا راح تكون عندك نازل عندك بعدين طيب وبعدين هذي. اوكي اي حلو كذا بتجينا بس انه بعدها لا لا مالك مالك صح صح صح, صح. سنو صح انزل اي انزل هذه هذه غيرها هذه خلها العكس هذه هذه انا غير هذا ايوه كذا تاكد اوكي صح إن شاء الله. يلا ابدا استعد بسم الله اوكي يس يا اخي شكرا الله يجزاك حركه رهيبه والله يسموني مستر اديت والله يا اخي رهيب والله رهيب تصميم انت راح يسار وانا بروح يمين ها اوكي طيب خلينا نشوف هنا ايش فيه يقول برجر اوكي خلينا نسوي برجر ما اتوقع ان بركات ذا البساطه يعني جاني جمب ديك اخر شيء اوكي ناخذ الجمب اوكي اوكي ادخلها بس اي اضربها او من دي نالك قصرت حطها البنج اللي بنقتلك هنا اي وصلتها وات حطها ده بوكس طيب اصبر ما ادري في شيء بنفسجي قاعد تشوفه ورا هنا هنا هذا المكان حق الكوره طيب او هنا هنا لا والله دقيقه هنا في كان شيء مفتوح هنا في شيء مفتوح سلم بس تطلع الله ياخذ بليز كبا اخذها ارا خلاص انت اخذت ولا كم باخذ اربعه اصبر اوكي خلاص اصبر دقيقه سلم في زباله هنا ولا ما في فايده حط على الثنتين فوق بعض حاول الو ما طار ذي يقطر معنا اي بلالين شو وضعها لقد قمت باستخدام تلميح هذا ثاني تلميح لنا اوكي ما يورى للاسف قمت توصل الكره مكان ما يشير السهم باستخدام المرتبه الهوائيه ثم اخذ الجرابلر من سقف المرحله السابقه استخدام المرتبه الهوائيه شيت والله دي صعبه معك مرتبه هوائيه تو خلصت الاربعه قبل شوي كلها رميتها في شكلها هنا كل سقفها هنا هنا طيب يلا حط الوحده هنا الله يعطيك العافيه طيرتني من ورا الو ايش في اوكي جبتها خلاص ابجي اوكي كويس انك وصلت نرجع هنا نرجع بالجرابلر الحمد لله انا ما جاب الجرابلر ذاك الثاني الذهبي لانه ما يطلق ورا بعض في شيء عندي غريب غرفه غريبه في زر اوكي شوف اذا مشيت الاخيره اوه 1 3 3 4 2 3 شفت سوي عتين عليك سوي عتين او اضغط اضغط الاول اللي عندك هناك نجرب اوكي طيب انا حطيت 3 8 1 هنا 1 3 في هناك واحده ثانيه هنا في سار ايه رقم 2 طيب طيب هنا اتوقع نحاول ايش الحين اجين عتين احس انه بيقول اضغط على ثنتين بس كذا امشي هل تعرف لعبة النونوغرام انها مشابهة لعبة سودوكو كل ما عليك هو التلوين من النص على حسب ارقام صفوف العمد او الوزن بينما عموما اذا كنت نوب اضغط هنا نوب اي والله خلنا نضغط هنا طيب خلنا نشوف اذا احنا صح ولا لا اوه يقول لك اضغط هنا اوكي طيب دقيقة بالله خلنا نسوي عتين نبداها حبة حبة طيب اوكي اوكي طيب دقيقة هذه وشو؟ اثنين يعني نشغل رقم اثنين طيب نشغل رقم اثنين واحد واحد وشي طلعت كذا واحد 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 شلون واحد من مسافة واحد؟ سلوم سحب على أم المفهوم أهم شيء لأنه وشو هنا الزاوية ما حطيناها ترى نص اللي هنا ما حطيناها الزوايا بس هذه كيف جت ما أدري فهمت؟ ما أدري بس زدنا حاولنا نفهمها احنا هنا اثنين يقول لك اثنين بس كيف جت الأولى ما أدري فلازم نضغط ثنتين مع بعض فهمت المشي؟ إيه عارف أنت قاعد تقول طيب لا لازم تطمر تروح الثانية أنا حاولنا في الأولى ما ضبطت عاد استخدمها أكثر من خمس تلميحات أوه الحين استخدمنا أربعة أي آخر واحدة هذه لا نستخدم فيها أنت على وشك الفوز لكن قبل ذلك على علي أن أخبرك بشيء مهم أوكي أخبرنا بشيء مهم أمسك قلمك بيمينك واكتب معي سير الأمام ولا تنظر خلفك يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت أي إضاءة على وجه الأرض أوكي ثاني خلفاش الراشدين عمر والخطاب رضي الله عنه كان أسر إذا لم تستطع طيران فحاول قفز عاليا هذه يا ريان أيوة هذه أسئلة بتجي بعد شوي أوكي هذه معلومات يعني أعطيناها أمسك قلمك بيمينك واكتب معي سر إلى الأمام ولا تنظر خلفك يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إيضاد على وجه الأرض ثاني خلفاء الراشدين عمر الخطاب رضي الله عنه كان أسر أصبر هذه خلني أركز فيها طب عندي فكرة عندي فكرة سلوم أنا أمسك اثنين وانت ثلاثة أو العكس شو رأيك ما عليك إذا تستطيع حاول القفز عاليا أوكي هذا طريق هذا طريق أول واحدة شو يقول أمسك بقلمك اليمين واكتب معي إيه أكتب معه سر يعني يمين قدام بعدين شرق شرق يمين يمين قدام يمين يسار ايه ونط على فوق يلا تعال يمين سيده يمين
يسار قاعد نطنط. اوه نطنط سلم صح. يا ساتر يا ساتر يا البكرة يا حبيبي يا ربي يا حبيبي اقسم برب الكعبة رهيب والله رهيب. هنا تشتغل شكرا لك. اذا عجبك ما وتريد منا وتريد المزيد تابعنا على حساب انستغرام عزه وصلوا 2000 متابع اقسم بالله مره قريب على 2000 متابع يستاهل والله يستاهل يستاهل مره والله. اذا كنت مهتم بعالم الكريد وما بس شروحات متقدمه على قناتي في اليوتيوب يوتيوب حق عزه تو مسوي قناه جديده بعد اشتركوا عنده بس اهم شيء وصلوا انستغرام 2000 يعني شكرا لكم اذا سويت هذا الشيء حتى تشجعنا لتصميم مزيد من المبات استخدم كود عزه اقسم بالله فخر للعرف المبات حرفيا فخر للعرف المبات وفي النهايه يهمنا تقييم يكون 10 قد حمر اطلعها اصبر خليني استخدمها معك 9 من 10 10 والله 10 اصبر والله اصبر لا والله بطلع 10 اللي قاهرني شيئين اوكي الماب هذا لعبه النونو جرام شيء زي كذا ما شو اسمه ايه هذه ما اعرف هذه كانت فيها مشكله اتوقع او ان غلطانين ان جبنا العيد من سالفه ان نطمر بلوك وزي كذا ثاني شيء اللي هي ترجع للليفل اللي قبله اللي تفتح الباب بعد الريفت هذه فكره رهيبه ميزتها ايه؟ او لو حط شيء رهيب اللي هو الصوت لو قوى الصوت او حطه بطريقه ثانيه بحيث ان نروح نفتح الباب بيكون شيء رهيب مره شيء رهيب فعموما 10 من 10 ترى هي طلعت 10 من 10 فيستاهل طلعت تو ما ادري اذا شفته ولا لا هرم اليوتيوبر شوف فوق مين الله قاعد نلعب الماب انا اوكي تقريبا 7 ماب العبه ما شاء الله افضل مبات عهد الاصدقاء لكازي بيبل فضاء سبيستون هذه افضل 3 مبات بالنسبه له مع انه في ماب العباقره كان حلو بعد عموما تشغل مجددا هنا تشتغل الاغنية اقسم بالله رهيب رهيب مرة انا في البداية هنا قلت وش الاغنية هذه بس ركزوا في اللي بعدها اول ما نوصل للمنطقة ذيك شوفوا كيف تتغير النغمة وتغير كل شيء يا اخي شكرا ازح والله شكرا جالك خرب الاغنيه بس اوكي عموما بس هذا كان مقطع اليوم لا تنسون اللايك نبغى دعم لهذا المقطع بما ان الماب سبيشل يعني ولا تقصروا مع عزه تكفون يعني وقناه ريام ديسكريبشن كود الماب في الديسكريبشن اللي يبغى يلعبه انا خلاص ما اقدر اتكلم بس شوفكم على خير سلام.